كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا الفيديوهات الجايه. وهلا خلونا نبلش. اول شيء وتعودوا تحطوا اول شيء لانه بعرف انه هو موجود بحياه كل انسان مر فيه الا ما تكون مريت فيه. ما تقلي لا ما تقلي عم تكذب من هلا عم اقول لك اللي هو الرسائل الطويله اللي بتجيك بالعيد. انه عالم عم يعايدوك هي مره واحده سلمت عليه وقلت له هاي. مثلا انا في وحده تعرفت عليها على عياده الدكتور قبل 3 سنين وهي اللي اصرت انه تاخذ رقمي. انا ما بعرفها بس انا موجوده بلائحه الارقام اللي موجوده بتليفونها لهيك هي عايدتني. يعني مش انه عايدتني لانه هي بتتذكرني، لا هي اصلا ناسيه اسمي. والدليل على هذا والدليل على انه هي ناسيه اسمي كلمه حبيبتي اللي بنهايه الرساله، لانه هي ما بتعرف اسماء العالم اللي عم تبعث لهم هاي الرساله. عملت نسخ ولصق للرساله وبعتتها لكل الارقام اللي موجوده على تليفوناتها. وعلى فكره مستحيل ما تكذب علي ولا تكذبي علي. من هلا عم اقول لكم انتم كذابين، مستحيل تكونوا قريتوا كل الرساله، مستحيل. لا ثاني شيء غريب بيصير بالعيد، في واحد ما بحب يعذب حاله او يكتب هي الجريده وبعدين ينسخها ويلصقها ويبعثها للعالم، لا ليش بده يعذب حاله؟ بيروح على جوجل، مستر جوجل بيجوجل له كلمه عيد مبارك، بس بيكتب عيد مبارك بتطلع له هي الصور، بياخذ له وحده منها ويبعثها للكل، هي صوره جوجل. عن جد؟ يعني انت عذب لي حالك هلا بعت لي صوره من جوجل انه عيد مبارك وكمان بدك اياني رد عليك يعني او اتصل في يوم العيد. الشيء الغريب انه بتصلك بس بيوم العيد، في عالم تتذكرك بس بيوم العيد. واجين ليش؟ لانه هن عم بيعملوا نسخ ولصق للكل، فانت من هدول الكل. وبهذا اليوم الوحيد اللي بتحس انه انت رئيس وزراء شيء دوله مهمه، لانه فجاه تليفونك بصير برن كل ثانيه وبتجيك 60 رساله بهذا اليوم. وطبعا هدول ال 60 رساله انت لازم ترد عليهم، ما بيصير عيب ما ترد عليهم. وامتى بيجوك هدول الرسائل؟ بيجوك بليله العيد. وانتم بتعرفوا نحن كبنات قديش مهمه عنا ليله العيد، ليله العيد كثير مهمه عنا. يعني اذا بدكم تعرفوا قديش مهمه وشو الفعاليات والاشياء اللي بنعملها بليله العيد، شوفوا الفيديو اللي هو حركات البنات بالعيد. نعمل كثير اشياء، فانا بدي خصص ساعتين من وقت ليله العيد اللي هو جدا ثمين لرد على هدول الرسائل على عالم بعرفهم ما بعرفهم. هون الغرابه، بعرف انه هذا الشيء صاير معكم، الا ما يكون صاير معكم بحسه غريب انه قبل بليله ليله العيد اذا بتجيكي اختك بتطلب منك شغله بيكون هيك ردك معها. اصحك اصحك تلمسي غراضي، اصحك شو خلفتك وابتليت فيكي انا؟ ما دخلني، عندك ام عندك اب روح اطلبي منه. ايه هذا واقع ما تنكروا بنات. اما بيوم العيد كلام وانتي بخير منون حبيبتي، ربي بشكرك على هالاخت، بشكرك على اخي وليد، او ماي جاد بشكرك الهي، حبيبتي انا احبك، انت هديه من الله هي من الله. فيا هدول الشغلات الغريبه اللي بتحدث في العيد اللي مرقوا على بالي يعني اليوم بحسهم بيمرقوا مع كثير عالم يعني اغلبهم. فاذا نسيت شي شغله اكتبوا لي اياها عن جد، اكتبوا لي اياها بالتعليقات وقولوا لي. اهم شيء بعرف انه هذا الفيديو رح ينزل اما بثاني يوم العيد او ثالث يوم العيد، فقولوا لي شو تغديتوا او شو اكلتوا باول يوم العيد؟ جاوبوني بليز جاوبوني لانه هون ما عندي اجواء العيد. وهل بتحبوا اعمل لكم فلوج يعني ليوم العيد عنا؟ اذا بتحبوا قولوا لي لانه هلا بيكون عيد ففي اعمل لكم فلوج، فاكتبوا لي كمان بالتعليقات واكتبوا لي شو تغديتوا، ما تنسوا هي الشغله. وكمان اشتركوا بالقناه اذا انتم مش مشتركين بالضغط على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو، او شوفوا الفيديو الماضي لازم تشوفوه عن جد. لازم تشوفوه. انا نور بحبكم خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله.